عندنا ملفين مهمين النهارده زي ما قلت في العناوين. موضوع الشباب اللي مقبوض عليهم في ليبيا، جات لنا الاستغاثه من اكتر من حد، لكن الحقيقه كان اكتر حد بعت لنا هو اسره الاستاذ خميس ظريف، وبيتكلم عن انه في تغيب 2 من اولاده كانوا سافروا ليبيا. هو بيقول ان هم مسافرين بشكل رسمي، وهو معانا دلوقتي الحقيقه الاستاذ خميس ظريف. بنرحب بحضرتك معانا استاذ خميس. حضرتك سامعني؟ سمعت سيادتك يا فندم. طب اهلا بيك وقلوبنا معاكو. المعلومات ان ولاد حضرتك من ضمن حوالي 60 او اكتر من 60 شاب، كلهم من قريه من اسيوط تقريبا، وكلهم مقبوض عليهم هناك بتهمه الهجره غير الشرعيه، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. نعم؟ مظبوط يا فندم. طيب قول لي بقى، سافروا من امتى؟ وعرفتوا ازاي ان هم مقبوض عليهم؟ وهل في طريقه بتطمنوا عليهم ولا لا؟ سيادتك هم سافروا، الابن الاول اسمه عبد المسيح سافر شهر 1 من مطار برج العرب. تمام. التاشيره رسمي ودخول الرسمي ليبيا. بعدها بفتره ابن الكبير انا عايز اروح عند اخويا سعد، اخوي ما ينفعش اقعد هنا. قلت لي سافروا من امتى؟ معلش يا استاذ خميس، اول واحد من اولادك الاول سافر امتى؟ شهر 1 يا فندم. من شهر يناير. من شهر يناير اه. طيب والتاني في نفس الشهر يا فندم. يعني بعد ما سافر على طول انتوا كنتوا على تواصل، وان هو وصل بالسلامه وعلى تواصل معاه، واخوه قال انا عايز اسافر انا كمان. ده انا ساعد اخويا هناك والعيشه ضيقه هنا، وبالنسبه احنا العمليه على كدينا. تمام. طيب قلت له كفايه واحد. انت بس ولادك 2 ولا عندك كام اولادك قد ايه؟ واحد اسمه رامز والتاني اسمه عبد المسيح. هم دول ولادك الاثنين، ما لهمش اخوات تاني؟ لا معايا واحد وسطاني يعني ما سافرش. طيب لما يعني بعد ما واحد بعد ما سافروا، هم سافروا بشكل رسمي علشان يدوروا على شغل؟ قال لي انا عاوز ادور على حياه افضل واحسن، وعاوز اعمل زي الشباب كده، زي ما انت عارف الشباب عاوز اتجهز الروح. فسيادتك سافر من طريق مطار برج العرب اسكندريه، وحدث تاشيره رسمي وختم رسمي ودخول رسمي وكل حاجه رسمي. تمام. سافر شهر 1 والثاني نفس الشهر برضه اخوه الثاني سافر معاه. تمام. وكان التواصل شغال، احنا عاملين كويسين وشغالين والامور تمام. لغايه امتى انقطع التواصل؟ انقطع التواصل امتى بيهم؟ لمده اسبوع يا فندم. اسبوع لا بس. اي حاجه عنهم ولا انا عارف كلمهم ولا حاجه. بس فوجئنا بشكل ان على موقع التواصل الاجتماعي في صفحه المهاجرين العرب لقينا صورهم اللي تم القبض عليهم بتهمه الهجره غير شرعيه. في سيادتك هو المسكن بتاعنا، هم كانوا ساكنين في شارع الزاويه كمركز واحد، يعني مونسين بعضيهم 60 واحد. معلش انا بس في لبس هنا، يعني انتوا انقطع الاتصال من اسبوع بس، مش اسبوع بعد ما سافروا. لا يا فندم ده احنا متواصلين معاه من 6 شهور شغالين. 6 شهور يعني واطمئنان كل يوم. 6 شهور وهم لقوا شغل هناك في ليبيا. كانوا شغالين يا فندم نجار مسلح هو الواد واخوه. تمام. فبعد اسبوع ما انقطعت الاخبار لقيته على صفحه ليها علاقه بالمهاجرين، وان هم مقبوض عليهم ومتهمينهم ضمن حوالي 60 شاب تاني مسيحيين. بس هل كل الشباب دول من مركز ساحل سليم باسيوط؟ من مركز ساحل سليم ايوه، بالاخص قريه نزله الملك يا فندم. قريه نزله الملك. طيب فانتوا طب انت عرفت اي حاجه الشباب دول سافروا امتى؟ سافروا مع اولادك ولا هم سافروا كانوا لسه من اسبوع فلما اتقبض عليهم؟ لا يا فندم هم عامه يا فندم اعتبر سفروا يعني بيندي وبيندي شهر، يعني حركه 5 اشهر من 6 ل 5 كلهم على المجموعه كامله يعني. يعني كلهم كانوا مسافرين عشان يشتغلوا. عشان يشتغلوا يا فندم عليهم 6 اشهر هذا شغالين، وبيبعتوا لنا وبنتصلوا بيهم ونطمن عليهم والاحوال تمام والامور تمام. فوجئنا سيادتك تم القبض عليهم في البحر. طب هم قاعدين سيادتك في شارع الزاويه وجوه المستشفى الحدث في طرابلس. ففوجئنا ان هم رايحين اتاخدوا طمن ايه الهجره غير شرعيه. طب ده ناس شغاله هناك لها 6 اشهر. لكن ما حدش منهم طيب كان بيقول لك يا استاذ خميس ان هم عايزين يسافروا لايطاليا مثلا او اي حاجه؟ لا لان حضرتك دلوقتي بتقول لي جمله، بتقول لي ان هو اللي اتقال ان هم اتقبض عليهم في البحر. هما المنشور يا فندم المكتوب. لكن انت اولادك كانوا بيشتغلوا، ما جابولكش اي سيره عن ان هم عايزين يهاجروا لايطاليا ولا اي حاجه؟
لا يا فندم، كانت الامور تمام وشغالين تمام، واللي معاهم كلهم من قريه واحده ومنشجعين بعضيهم وساكنين يعتبر في شارع واحد. طيب حاولتوا تتواصلوا مع الخارجيه علشان تشوفوا الموقف ايه؟ وهل ان دلوقتي مثلا قال لك ان هم قابضين عليهم علشان يرحلوهم لمصر، ولا في اتهام هيسجنوهم، ولا يعني بعد ما قبضوا عليهم قالوا لكم ايه اللي هيحصل، او عرفتوا اي حاجه؟ بعد ما اتقبض عليهم يمكن 3 4 ايام جه تليفون من واحد عسكري ليه، بعتها له قال له طمن جماعتك انك انت محبوس، ما احنا ما عارفينش. فظلنا السبتك ان احنا معقولين، الحقونا طلعونا طلعونا الحقونا هيموتونا هيضربونا، ده احنا 61 نفر قبضوا علينا كنا في السكن وخايفين نفندم عليهم، واحنا ما عارفينش نتواصل مع اي مسؤول في مصر. ما انت عارف طبعا عشان التوترات اللي في ليبيا، وموضوع لسه لغايه دلوقتي ما فيش استقرار في الحكومه وحكومتين. لكن حضرتك المفروض انه يكون في، لو في محامي، احنا برضو بنناشد طبعا، انتم ما حدش منكم حاول يستعين بمحامي عشان يتواصل مع الخارجيه. الست احنا بعدنا فاكسات الخارجيه برضو والهجره وزارة الهجرة يا فندم وحقوق الإنسان، عايزين حد يساعدنا الوصول إليهم. ما هي الخارجية طبعا ولا. أنت عارف مع التغييرات الوزارة الجديدة والخارجية مع الهجرة دلوقتي، وبتمنى طبعا أنه لو في برضو حد من المحامين أو اللي عندهم خبرة في الموضوع ده برضو يتواصلوا معاكم، علشان خاطر هم اللي يقدروا يتواصلوا باستمرار مع الخارجية ويشوفوا الوضع هيكون إيه بالنسبة لولادك والآخرين. طبعا أنت عبد المسيح ورامز اللي مسافرين، وفي برضو معايا مايكل موسى، فخري خميس، ستيفان إيهاب، جميل جمال، مايكل إيليا، حنا نصار، إبراهيم ملاك، في ناس بعتوا لنا بعض الأسماء، ريمون نبيل، ستيفان عماد زكي، مينا كميل فوزي، ماريو حاكم فايز، وكلهم زي ما حضرتك قلت كانوا رايحين كلهم من قرية واحدة ورايحين علشان كانوا بيشتغلوا هناك. وانت برضو ذكرت جملة مهمة ان هم قالوا لك ان هم اتقبض عليهم وهم في السكن. قبضوا علينا دوب الليل يمكن الساعه 2 يا فندم، خش عليهم السكن بالنسبه كمجموعه ساكنين في شارع واحد كلهم مصريين ونزلوا في نفس القريه، يعني ممكن يكون مشغلين بعضهم وقاعدين مع بعضهم، ممكن يكون في لبس كلامهم متشتت بالليل كده. تمام، وحاول رموا في السجن عن زرار الرئيس لا ربنا يفك سجنهم، وان شاء الله يعني بنتمنى انه يكون في حد يتعاون معاكم علشان يكون حلقه الوصل مع الخارجيه، لان هم اللي المفروض الخارجيه والهجره هي اللي منوط بيها انها تتابع احوال كل الشباب دول، وخصوصا ان حضرتك كده ان هم مسافرين وليهم 6 شهور وبيشتغلوا، ممكن يكون حصل لبس ان في مجموعه من ضمن الناس اللي في السكن دي كانوا بيرتبوا مثلا الهجره فاتقبض على الكل مع بعضه، احنا ما نعرفش طبعا الدنيا ايه، لكن بنصلي من اجل ان ربنا يفك سجنهم ويرجعوا ان شاء الله، يرجعوا لكم بالسلامه. ومش عايزه طبعا يعني اضايقك، بس فعلا ليبيا مش مستقره والامور، وبرده بعد اذن سيادتك في كلمه برضه اتفضل، هم سيادتك لو مش مستقره الدوله ما كانوش ودوا مصريين هنا. طبعا هو زي ما حضرتك بتقول ان هم مسافرين بفيزات، يعني بفيزات رسميه ومن مطار العرب، برج يعني العرب رسمية. تمام، ما كانش يا فندم يوفروا لهم الحمايه هناك الوصول، ما يودوش مصريين هناك وخاصه مسيحيين، يمنعوا السفر زي ما انت بتقول، عموما يمنع السفر من الهجره المسيحيين فقط. ان شاء الله يا رب تطمن عليهم ويرجعوا هم وكل الشباب اللي معاهم. احنا كله طالبين من سيادتك بس حد يتعاون معانا سيادتك، بالظبط اللي بيبعد عنك زي حالات جنازه وفاه، كل بيت سيادتك وصلوا ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا حدا بدأ. طبعا اكيد قلقانين ومش عارفين برضو الظروف السجن ايه وهيعملوا معاهم ايه، كل دي طبعا اكيد يخليكم تقلقوا. هنصلي عشانكم. ما هو المشكله يا فندم، اتفضل، المشكله يا فندم اخر كلمتين كلمنا بيهم رامز هناك، حدنا طلعونا هيموتونا طلعوني طردونا مصر، شوفوا لنا حد عندكم. طب احنا ما فاهمينش ولا عارفينش حد هناك هنا يا فندم، بس انت بتقول الصفحه اللي كانت ناشره عنهم يا استاذ خميس، صفحه تابعه للهجره، يعني ان شاء الله ما يكونوش وقعوا في ايد ميليشيات ولا حاجه باذن الله، يعني يكونوا في ايد الشرطه الليبيه. طب هو في بيان حضر يعني مبعوت لنا برضو، انا البيان ده انا مش عارفه الحقيقه ده عباره عن ايه، او استغاثه. لا دي الاستغاثه اللي انتوا بعتينها للخارجيه، تمام معلش انا فكرت دي حاجه. اوكي خميس ومن قريه، اوكي نزله الملك مركز ساحل سليم.
هنتابع معاك يا أستاذ خميس من فضلك، وهنهتم بالموضوع، وهنحاول نشوف برضو مجموعة من النشطاء اللي ليهم تواصل مع المواضيع دي أو كان ليهم علاقة قبل كده بظروف زي كده حصلت يعني في السابق، لأن أنا عارفة أن كان في حاجات برضو حصلت وكان في شباب مقبوض عليهم قبل كده، وإن شاء الله نشوف مين اللي عنده خبرة في الموضوع ده ونخليهم يتواصلوا معاكم، ونتابع معاك أي تفاصيل عرفنا على طول، ومن هنا اليوم الاثنين إن شاء الله الحلقة الجاية بتاعتنا نكون وصلنا لحاجة. وطبعا بطالب كل مشاهدينا انهم يصلوا من اجلكم، علشان انا عارفة طبعا حالتكم ازاي وان انتوا القلق اللي انتوا فيه، بس ان شاء الله يا رب يكونوا بخير وتكون بس مجرد اجراءات ويكون في بعد كده ترحيل ليهم لمصر باذن الله. بشكرك استاذ خميس جدا وجودك معانا، وربنا يا رب يرجعهم لكم كلهم بالسلامة يا رب.